ثاني دي ميل مات زعما كنت راح ترد له كنت قاعد عايش منين تروح تشري تروحي تروح للحفافه تروحي نشوف حالتي بائسه ونشوف حالتي معنا ما معنا هم نحن أم نحنهم؟ إلى متى يبقى الفقر منتشر عندنا؟ هل نحن أغنياء أم فقراء؟ يتساءل أحدهم. كيف نكون أغنياء ونحن نأكل من عرق غيرنا؟ وإذا كنا فقراء فيا للطامة الكبرى. هل يعتبر الموظف الذي يتقاضى السميك فقير؟ أتساءل أنا. ماذا لو أن أغنياءنا تضامنوا مع فقرائنا؟ فهل يبقى فقير بيننا؟ لماذا يطمع الغني في قفة رمضان ومنحة التمدرس 2000 دينار؟ ألا يعتبر هذا الغني فقير من القلب والبطن معا؟ لماذا يتعفف الفقير ولا يطمع فيما ليس له، بينما الغني يطمع في الفقير أن يمص دمعا؟ إلى متى يبقى الغني يزيد غنى والفقير يزيد فقرا؟ أليس غنى الغني هو من تعاسة الفقراء؟ أليست سعادة وراحة الغني مبنية أساسا على تعاسة الفقراء؟ هل مكتوب على الفقراء التعاسة والشقاء لأجل إسعاد الأغنياء؟ كيف تعتبر دول العالم الثالث هي الدول الفقيرة وهي تتربع على كل أنواع الثروات كالغاز والبترول والحديد والذهب؟ هل أصبحت هذه الدول مصدرة للثروات ومستوردة للفقر والمديونية؟ أليس فقر هذه الدول هو من فقر أمخاخ أبنائها وسواعد رجالها؟ لماذا يتهرب الغني من دفع الضرائب ويدفعها الفقير فخرا واعتزازا؟ تشاهدون هذا وذاك في برنامجكم الاتجاه المشاكس من قناة القصديرة التي لن تروها أبدا. الأسد، انت يا واللي يخدموا معك شحال فور، كي يكون المعلم نتاعكم كل واحد حكم بيروه، وكي يخرج ياما اديروا رايكم بيان سور، كي يغيب القط لي سوغي دونس الفيران يديروا الزردة، وزيد بزيادة واحد فيكم يخبي على الاخر هذا يحرك في هذا. صرالكم كي النمل ياكل النمل والباقي يهمل، هي اللي مكتوبة ليا وتكون شريكتي في الحياة، عطيتها قلبي بالنية ونعيش معاها للممات. حميد.
قلبة في البحر تصوف وانا حبيبة قلبي منسي وانا حبيبة قلبي مخفي. العدلة صاحبك كره منك النهار وطول وانت رايح وجاي عليه، هو حشم يحاوزك، افهم روحك شوية، راك لاصق كي المسمار في اللوح. بصح حاجة، وإلا طلع له الدقري راح يخرجها لك عيناني، وانت تزعف، وانا في بلاستو نقول لك اللي يحب يزعف يخبط راسه جداف مع الحيط. هاد اليوم سعيد مبارك في وقفتك يا يمينة، ماني طاق عليك نشوفك ونسقسي في الناس خيانة. خالد هاد اليوم أسعيد مبارك في وقتك يا يمينة، هي تاج الخوض يا تخبارك المرض اللي بيك هلكينا. وهاد اليوم أسعيد مبارك في وقتك يا يمينة، هي تاج الخوض يا تخبارك المرض اللي بيك هلكينا. ماني طاق عليك نشوفك نوسقسي في الناس خيانة، لما تهول قلبي من ظهرك كان الولاية نقطعها في فمك بالعسل ومرحول فيها ما راه مقبل، وعلى الزوالي الزير راه يسول. يا وراكم تشوفوا في القش الليبية اللي مكتوب في هذه القرنية، وفي ذا السميق اللي تحيا القشبية. القش الليبية فيها خبرات على العدارات وش راه صاري في الأسواق نتاع القطاعات. يا والخبر الأول في القش الليبية راه ليكم يا الزوالية ياللي عايشين بالفانتازية. قالوا شفيتني يا الزوالي وشفني حالك، يا والمير ما يخليك تشوفوا والكريدي ما يتعطالك. يا بعذا 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 راك عاد تطفي في هادو هاي وش عنده بركله شاف ابطني منها يا اخي حاد شي يعني كي كنتي تخدم يعني كانت تبدل علينا الحياه يا اخي كنا زي بعضها الفقر الجر قرد اللبزه هالمرضات كنا زي بعضها ديجا كي كنت مخدم كنت خاسر كنت تخسر حتى حق البيز سليم سليم جبتي الحليب 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 هذاك الابيض طفل لا سليم مالا الطفل ها الطفل مالا امبارح ما كليت راه ميت بشر قريب ينطق على عام قريب ينطق هذاك الى دوموندو هنا في البيدياتري والله الراديو ما يحكمش يقول لك ديروا في السمج اصبر يا فقير الصبر توبة وارضى وش اعطاك رب العالمين، لا تحت للغير لا ترفت كابا الرزاق الرب ما هو بوكر عين ما هو بوكر عين. والزوال اليوم راهو فينا كبا ملقوين صد مكسور الجنحين، عنوانه قصدير ساكن في خربة في الحياة مع أولاده مدفونين. الرزاق الرب ما هو بوكر عين ما هو بوكر عين. الفقير اليوم ساكن في قرنين وانتو ما جمال في البلاد الفقير اليوم
خمسة وتجرب واعطيهم للمير يكسم عسادات الزوالي لازمو منه يذهب وما عندوش الحق في هذا السكنات الفقير اليوم ساكن في دربي وانتو ما جمعات سيدو في البلاد الفقير اليوم ساكن في دربي وانتو ما جمعات سيدو في البلاد ينعل ذل الاجناء ومن لا ينسب ما خافوا من خالق الدنيا هيهات الحالة ولات بركة ما تعجب داروا لجنة قايمة تعطي السكنات الفقير اليوم ساكن في دربي وانتو ما جملاس كنتو في البلاد الفقير اليوم ساكن في دربي وانتو ما جملاس كنتو في البلاد نروحوا للخبر الثاني يا ودي ما راه ليك يا زوالي يا مولين كاتسون كات باشي ربي يحفظك من القواشي نتاع البياس المطاشي الخبر هذا نتاع البياس المطاشي يا مولين كاتسون كات باشي اللي راهم يحبوا الحفر والتحفار وعند كل دودانه تنقى مسمار يا والمكسيانات ماذا بهم تكثر الحفر ويولي شايفو رعور وماذا بهم تكثر الغيران يا وباش نولوا كي الفيران وتحيه تحيه ندير تعين المكانه ابعث ابعث جديد. انتي خدامه خدامه والحوايج غسلتهم غسلتهم وما دام طفرت ام خدي الشكوى الا ما جبتيش البن تجيبي الزبده قوماري قوماري لالا ميمونه سلطان قناوه في القاع الصحراويه قوماري سيدنا ابو لال لا سيدنا ابو لال لا لا ميمونة وديا في الله سيدنا ابو لال لا لا ميمونة وديا في الله قمري قمري لا تبينا نقول لك حاجه يا راجل المراه نتاعك لو كان ما قضيت لهاش اليوم وما دخلت لهاش القفه كانت حتخطك بهذاك الغرف اللي في يدها عندك الزهر لمت اللي يقول من زينك يا راجل كي تنفق والراجل اللي ما يقضيش لدارو ولولادو كي الشغل واحد خرج من الحبس طاح في بابه يا قد القصبه سحروني عينيك بعلم وقسم يا لا 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 يا لا 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 القدو غانين يا لا 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 رحلتي وانين
كل لي لا 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 كل قد ما انا ما نفرتيش جاهنا مقبل كل شيء فندام فرنيت انا المكيني نورجي غش حليب غادي يتقرب قبولي هاسي قاعد دا نوردي تسوغى العمر يتروحو كحمل من المكة دي وضع قرحي انا نويس فرنيت انا المكيني نورجي غش حليب غادي يتقرب قبولي هاسي قاعد دا نوردي تسوغى العمر يتروحو كحمل من المكة دي وضع قرحي يا ربي خير واش بك تتنهد يا سليم لا سعدي مسود مسود من فكري يعني طلع عليه نهار اليوم ولا البارح واش بك لا واحد صاحبي مات والله تهنى قاعد يعمل وكان قاعد لو كان هو كان يساني ديميل مات زعما كنت راح ترد له وكنت قاعد عايش وبني كتبتها لها في ورقة عند ربي الخبر الخامس نتاعنا اتجاه المشاكس واو الزوال اللي راه في مو يابس يا وما فيرولوش هذيك 300 الف راه في فيراج حابس يا وعلى مرتو كزز تكزاز ومواسكي البولا كاز وداير لاشان على قرعه غاز قال له في عمري كسبت معزه وجبت كلامي رباعي ساعه من يعطيه ربي ويقول لك اعطاني ذراعي ابعث 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 جوزاء انتي صرالك كيلو غراب جاي يمشي مشيت الحمام دب بحر مشيتو واش تحب تكوني كيما بتعمك كي تخرج تخرجي تروح تشري تروحي تروح للحفافة تروحي وفي الاخر ما حتولي كيما هي ما رايحة تبقي كيما راكي انا تاخدي رايي روحي قدي الصلاح يروحوا وين تحبي وقتاش تحبي Comme elle, je reviens en arrière. Comme elle, je me couche sur le sable et je me souviens. Je me souviens des marées hautes, du soleil et du bonheur qui passait sur la mer. Il y a une éternité, un siècle, il y a un an. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin aux couleurs de l'été indien. Adelou, eh ya binti. اللي قراه الديب حافظوا السلوقي جاية تلعبيها على عجوزتك غير حطي رجليك في الارض وديري ميها بردة بردة على قلبك شابة تقول هذه الكلمة مديورة على جلها ندخل دام دي باغي صرك Celui qui lui jettera la première pierre.
بهذه اللحظة بالذات، في هذه اللحظة بالذات، في هذه اللحظة بالذات راح يقوم مير يعني رئيس بلدية عين مكان، رئيس بلدية عين مكان بتدشين المشروع قوة. يعني نسقط معليش في البداية راح نسقط المير. سيدي أهلا وسهلا بك. بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة اليوم العالمي لمحو العزلة، يسر بلدية عين المكان أن تنجز أو تدشن هذا الإنجاز الضخم، هذا الإنجاز الكبير. نعم الإنجاز الكبير، نعم لقد تمكنت بلدية عين المكان من إنجاز ولا يا للصدفة إنجاز 250. نعم إنجاز حقيقي، هذه حقيقة ما هيش خيال، إنجاز 250. وهذا المشروع الكبير اللي تكاتفت فيه جميع أيدي هذا البلدية، بلدية على المكان. نعم 250 حق 250. نعم 250 هو عدد رقم كبير، ورقم كبير راح يدخل كتاب جينيس سيدي. نعم 250. نعم يعني نعم حققنا 250، وهذا بتكاتف الجميع، وهذا مشروع داخل في إطار يعني تنمية البلدية المستديمة. وهذا 250 هي نعم سيد رئيس بلدية على المكان. المشروع لا يجوز اللسان عن التعبير. اللحظة هذه حاسمة، اللحظة هذه كبيرة. جاءوا المواطنين باش يشاركون هذا الفرحة، وهو إنجاز 250 دودان. 250 دودان، نعم سبيقة على 200. وهذه هي الدودانة، آخر دودانة اللي ندشنوها الآن، وبهذا يعني قدرنا باش نفكوا العزلة على بلدية عين المكان، على مدينة عين المكان. إذا تصفيقة حارة على رئيس بلدية عين المكان، تصفيقة حارة على رئيس بلدية عين المكان. وأترككم مع هذا الحفل وتستمتعون. والآن أكي يابسة يا حبيبتي، الله كاعد نوكل نشرب. مالي كان عندك هذا الحواجب محض ام ذكرى محض قيم، راهم قدك تقولي راك مربيه موستاشنا. ايوا قول حاجه، انا لقيت الحل مشكل تاع الفقر هذا. جيت شوفك الدربوك هذاك أجي سيقول لك بكري هذوك الامريكانيين الكحوله تاع نيجيريا، اللي سكنوا في نيجيريا هذوك، بس حلي راحوا الامريكان. ايه البلوز، ها ماشي البلوز، ها سنة داكي معاك هيك يجوا عبك. واش كانوا يديروا؟ لا يتلموا في طحطاحه، ياك واحد يحكم بندير ولا حاجه ويشعلوا النار في بسواك البيت تاعهم، يشعلوا النار نقدوا لها جدانا. الطفل يموت. شوف انا لقيت والله معبي اليوم بدون لي، بس مش خليه يبكي حتى ينسى. شوف انا لقيت المشكل تاع الفقر هذاك، هاو هيا روح. استنى وين راح نديكم الخبر الاول والزاوج والرابع، يا ونتاع الفنانين في الفن السابع اللي صيدوا الفكرنا والجرابع، واللي في الاستوديو يخدموا له موزيك، وللمغني داروا له الروبوتيك في الدروا ديتور يسموه البولكاز، والديتور راه يلبس الباز وداير لاشان على قرعه غاز. يا وقال له من الزراع من الشعير للزرع، وزادوا ناحز بالقرع، واللي يتقدم يسرع ويصبح في دار الشرع. بعثه السرطان نهار وطول وانت جايبتها مور صاحبتك، خليها ترانكيل شوية وبركك ما تديري لها في المشاكل، على خاطر الدنيا الدور، واللي يحفر حفرة الخوه صدق يطيح فيها. وانتي ستوتة وتلعبيها بزاف، وهي مسكينة دايرة تكي خوتها ودايرة فيك الأمان. يرحم بابك انتي، وش نقول لك؟ ها خلي البيبو أخصمك أسيبك لا، وقوة حراح تفضل حبيبي اللي أنا بهواه. نانسي عجب. أخصمك
هسيبك لا وجوه الروح هتفضل حبيبي اللي انا الشهود على ذبيحة قنفود. انتو ما غير تسمعوا حاجة تروحوا تجروا وتتلموا كدود، هذا اللي راكو دايرين بيه. راح ما تطمعوا منه والو وما عنده والو، عاش مكسب مات وما خلى. مشاو يزوروا الولية واحدة واحدة، مشي في دليلة المنورة بالبارود والبروالة بلاوي الهواري. مشاو نعم سيدتي ونسي سادتي، اهلا وسهلا بكم هنا في هذه المنطقه، منطقه بلديه عين المكان، نقولوها منطقه لانها كل بلديه عندها المعالم تاعها. والان لقينا هذا المعلم التاريخي، معلم نشوفوا هذه المعالم اللي تعبر، كل معلم يعبر على هذا الستاتشو اللي تشوف فيه يعبر على ان هذا الشخص كان يدير ستوب وبقى هكذا، يعني كان يدير ستوب. ومعنا هذا الطفل اللي كان هذا الستاتشو اللي كان رايح للمسيد وحبس هكذا، ومعنا هذا اللي راح هو يسنى وكان يسنى في القرعة تاع الغاز باش يعمرها. اما هذا كان راح يعمر الماء، كان راح يعمر الماء وبقى هكذا. يعني نقول لكم اذا سيدتي اوانيسي سادتي، كما تشوفوا هاد المعالم وهاد الاستاتشو اللي تشوفوا فيهم معايا الكاميرامان مسكين راه برد ومات بالبرد، هاد المعالم لهاد الاستاتشو اللي هما بقايا فقراء. نعم بقايا فقراء، بقايا فقراء. نخليكم تتأملوا كل صورة تعبر على كل واحد منهم، تعبر هذه الصورة. إذا مع هذا البرد ما قدرتش نهضر من البرد هذا. حاجه اسم نقول لك اك البرميل تاع البترول قداه يدير؟ اه البرميل تاع البترول مزيان، ما قلتليش على زيد لي برميل باش نعمر الماء، خاطر غالي البرميل تاع الماء. 12000 البرميل تاع البترول راه واحد 60 دولار وحدهم 60 دولار باش يشرو برميل 60 دولار ايه واخذي ممكن يعرفون نعطيهم الحلول. نقول لك حاجه، كان يفوتوا عليا غير عام الحلول تاع البترول تاع شنو ندير بهم بترول بترول كاع بترول غير بترول كاع بترول ناكلو بترول نشربو بترول شرب الراج تاكل الراج، لكن خلو ليك بلاصه باش تربح حتى برميل بترول ولا ينتخبوك ولا يفوتوا عليك الدوره يرمس حتى هو معلق في حيط غادي يقطعوا لنا الروبيني تاع الضو الفاكتوره تاع الكريزيتي انا كيش دخل حتى كاع ما شتهاش خليها قطعوا زعما واش قاعده دير بيه، قاعده زعما كل حراير نطيب ولا ننصب في اليد ولا قاعده خير، خليها قطعوا قاعد يقضي كيكا مادام الضو ايه راه كاين الحل واش هو؟ حضرنا على البترول ايه هلو با بترول بالراحه تجيب البترول من اصله عندك 60 دولار نجيب 60 دولار تعدني غير هذا ما ناكلوش نشعلوا غير الضو يا المليون تاعنا تاع دينار خليها تجيب 60 دولار كوا يجيبوا لنا برميل نتصوروا معاه
صحيت صحيت يا والخبر هذا انت على اخوان والخونيات يا وراهم داروا جمعيه وهذه الجمعيه كثروا فيها الاهداف واللي ما عندوش الاكتاف راه يقتلوا قزعاف باش يديروا الزرده يا واللي سموها الوعده وربي يفوت هذه الشده يا الخوني كون صبار واصبر على ما جرالك ارقد على الشوك والنار حتى يطلع نهارك ابعث 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 خوص انت ظلموك وحقروك وعمر الظالم ما يروح سالم بصح ما يعنيش انه ترقد وتسمح في حقك ماشي حتى ليلة الرعد تبدا تشهد ماشي شابة ويحبها ماشي قارية ويحبها ما تلبس حوايج الشيفون ويحبها اه يا الهندي انا انت يا مستعرف بك ونقول لك حاجة الزين في العقل ماشي في الوجه هلي هلي هي دايرة كومسا مونطاليتي حابسة هي دايرة كومسا العقلية حابسة نلغيهم كبسة جولام كل خنفوس عندهم ما هو غزال جولام 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 يدرك راسك اني با بال ني جولان قاع مشي شابة ني جولان اني با بال ني جولان قاع مشي شابة ني جولان ما تجبها الوالو مي جولان كل خنفوس عند امها غزال جولان 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 الحامل انت يا خويا كل ما تبعتك يمك تشري عمرك ما فرحتها يا تقول ما كاش يا هديك الحاجة فقدوها يا بابا تروح للبحر تلقاه ناشف سي نورمال تتلاقى مع صحابك واللي يغلط من صحابك ويعرضك على قهوة تنسى يمك كاوش قاتلك تشري هذا اللي قال لك عمر له فمه ينسمه حكمت ما عرفت كيفاش حكمت مشيت نزور الدار اللي فيها خليلتي نتفكر اليام والصغر واليام الزينين الحاج الهاشمي قروابي خليلتي نتفكر الوقت والصغر واليام الزينين حكمت وما عرفت كيفاه حكمت مانيش حقودي هذه يا طبيعتي ماذا منك يا قواتني وانا قلبي حنين ماذا منك يا قواتني وانا قلبي حنين تاور انت يا وعروستك كل يوم تاكلوا في بعضاكم وعمركم ما تفهمتوا يطبق عليكم المثل اللي يقول اذا تفهمت العجوز والكنه يدخل ابليس للجنه يا الحاجه واش نقول لك اختك من مرت وليدك وخليها تهضر حتى تشبع وانت يا تجبدي روحك للطرف ما تشوفي الشيطان ما تسمي منه فيروز بعد أن يفنى الوجود
الحوت ديك الزهر اللي عندك حياتك كاع وانت فنيان، ني خدمه ني قدمه ني سيدي زكري، وربي طيحك في واحد المراه الله الله كل الصبع بصنعه. بصح ما تزعفش خبزه طاحت على كل براقد، ارسم وجهك فوق الرمل وجات شتا والتمحى. كريستوف الين. J'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait. Puis il a plu sur cette plage dans cet orage. Elle a disparu et j'ai crié, crié Aline pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré, oh j'avais trop de peine. ايمن شنو ندبر كانيش نزيدو معانا في الهم والله، يعني وكلتي روح حتى توكل كانيش، كانيش وياكل غير اللحم. احنا كانيش عندك بالجوع تعال شي يبقى فيه، يبقى فيه غير كا منيش تروح تبقى فيه خرص. لا خويا يا سليم لا هذه البوكله تاع البلديه. البلديه راهم يجي يخملوا الدار. قال لك البناء الفوضوي بكري سيدي بلا عزاد علينا وهو الريح نوضلي شنو الكاميرا الفوضوي لا واش من الدار على بالك شنو باغي يديروا هنايا؟ هذا البلاصه موقع استراتيجي. وعلاه خويا؟ يهم المجتمع غير دارنا. دارنا زيد مرزاد دارنا. واش راح يديروا فيها؟ باغي يديروا فيها هنا نصب تفكاري. اه تمام تاع الفقراء. نوضي كملوا علينا زيد مرزاد اطفال نوض جيبوا عاونيهم. اريد نحي هذا الكعب، نحي غير البابي با. نحي البابي با معايا. ايا نحي جدها كامل. سما انتي ما تراطي والو، حابه ديري كلش على ضربه في مسابقه ملكه جمال سؤال رمضان. الا هي ملح الفش بالعيش، الا هي ملح ما نربيها. هيا الزطلان، هيا الزطلان، هيا الكوكايين، هيا المال اخوانا، هيا الزعتر الكاسيه الغبران. اهم نحن ام نحن هم؟ إلى متى نبقى أمة همهم بدلا من أمة العمل والعلم؟ هل إذا لم نتناول المخدرات كنا متخلفين؟ هل من يبيعنا المخدرات يستهلكها أيضا؟ وإذا لم يكن يستهلكها فهل هو يستغفلنا حقها؟ لماذا تركنا المخدرات تغزو بيوتنا وتنتشر بين أبنائنا؟ أليس من الواجب على كل أب أن يريفي ابنه وبنته قبل أن تقع في هذه الآفة؟ لماذا يصرف الشاب الذي يعاني من نزلة أموالا طائلة على الزطلة بدلا من أن يصرفها في بناء مشروع يخرجه من هذه الغرقة؟ هل هو من هو فقير هو من يصطل أم من هو غني هو من يتناول الغبرة؟ هل قارو زطلة هو الذي يوصلنا إلى المستقبل؟ كيف لهذه الزطلة أن تدخل بالأطنان وتفكك إلى قناطر وتودع في المخازن ثم تفكك إلى كيلوغرامات وتوزع إلى غرامات في الحومات ولا تكشف هذه العمليات؟ والسؤال المطروح، كم تشغل هذه العملية من يد عاملة؟ وهل هم مؤمنين ضد الأدمان أيضا؟ هل أصبحنا منطقة تبادل حرة لأنواع الكيف والشيرة والزطلة؟
وهذه الأموال المنتجة من هذه السلعة هل تبيض أم تحمر أم تخضر أم تصفر؟ تشاهدون هذا وذاك في برنامجكم الاتجاه المشاكس من قناة القصديرة التي لن ترونها أبدا. مساء الخير عليكم ومرحبا بكم معنا في الأبراج. قبل ما نبدأ الأبراج نعلمكم بلي درنا لكم إيميل اللي يحب يساهم معنا في الأبراج في الأمثال في الشعر في الحكم في البقالات في الأغاني ولا عندكم كاش ملاحظة اتصلوا بنا على هاد الإيميل فهما oro@yahoo.fr. الحمل انت هاد اليامات راك تهدر بزاف واللي ما تكلمتو كي اللي ما درقبتو ولعميتها رد بالك واللي جابوه رجليه لحديد له. هاد الخضرة ما كاش البقالات كاين أبيات من الشعر الملحون. الورد فاتح نسري فوق خدك خطف بصري دق أمري وفنا صبري ورحت منك راهب حسن الجسمي يا من هويتنا. هوينا يا عقب ومن تصبر ليه جفتونا يدير تاول في هذه الدنيا حبة بحبة يبني قبة وما زالت الدنيا طويلة درجة بدرجة حتى الباب رجع وما تقلقش كامل الطبع زين الهمة شبيهة البدر العالي لعيونك حولة ظلمة وجبين ضياه ليالي. سميرة سعيد حبيبي. هذاك صاحب اللي درتو جديد يا وراه النار تحست بن وهذا لو كان تقسي عليه راح تعرفو مليح مليح وعمرو نحس ما يولي ذهب ولكن راك ناوي ديرو صاحبك رد بالك منه يا هو صاحبه جيبو. جوني اليوم الجمعة بنات من سلبوني هما حسبتهم ربعة ما كان فيهم دوني بس كان مش علاني نشفت لي دمي نشفت لي دمي ما نطولش عليكم على خاطر راها ولات قال لك الفهم رابيد نروحوا نهضروا على موضوع نتاع المخدرات. المخدرات مو سهل الموضوع هذا المخدرات والكلمه نتاع المخدرات من جات من جات المخدرات من كلمه خضر يخدر تخذيرا يعني الطبيب مثلا
جاب جرانة قسمها على زوج ودار لها المخذر رقدت قعد فيها قاش هادر العقل راح قلب راح حتى احنا ذكر انا هدروع للشباب انت اليوم الشباب يا الاحباب ولا مخذر باه بالمخذرات يقول لك يقولوا لها اخرين الكميه الكميه اخرين يقولوا لها الزطله واخرين يقولوا لها المخذرات يعني شاب يجيك مزبرطع بصحته لا بس عليه عاقب عليك فوق الطريطوار وهو قاش هدر لا قلب لا عقل مرحبا بكم في مسابقة ملكة جمال مسابقة رمضان. ماذا كان يبيع هذا الرجل؟ هل الزربية تو أم الهيدورة تو أم حوايج الشيفونة تو في يما كيفاش نديرو؟ شحال تعقدي الامور ومضروبه على حوايجك ولو كان صيبي تجي في رجلك وماشي في صباطك الاحمر والنهار كامل وانت رافده قشك وتشوفي فيه وفرحانه تقول قش بخته المبسم نات دور خاتم والخد كيما الهلال وصفو العين شفتها تعدم والحواجب كي القواس وقفو شابه فاتي التليفون دار فيا لا تيرور الميزان احمد ربي على وش عندك وكل واحد وسعده والمعزه راهي بقره المسكين وما ينكر اصله غير الحمار اذا انا مت غير شوقك بيا يا من هواك قلبي كان انا هبلت غير منك علاش يا لالا نخبي ناتالي أومبروغليا تورن You don't seem to know, seem to care what your heart is for. I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. The conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed. Lying naked on the floor. الجدي المرسول ما يخاف وما يستحي راح قال لي قلو طويل بلا خصلة والفيل يحب الفيلة والفاهم يفهم عييت يا الحباب نوصف فيد الغزال كحل النجلة راني مثل الطير الخايف خوفي من الغدر والختلة راغب علامة على ايه Ah.
صح هاي ما حان الوقت نسودي لك ليفان يدي على واش كحد لي حبسي ها تكويت ايما مالك انت ما غاديش تخرج تقعد هنايا وما غاديش تخرج لا لا اوبيراوني خمس خطرات خمس خطرات اوبيراوني خمس خطرات خطره نساو ليغون خطره نساو المقص قص خطره نساو ليبونج ليبونج خطره نساو شو غادي تقعد يبنوا هنا السلام عليكم جماعه عليكم السلام حتى واحد ما شاف البورطابل تاعي بورطابل مش بورطابل تاع دكتور ما تقوليش خليتو فيبرور فيبرور ايه انا ديرو فيبرور هاي راه دكتور راهي فيبري الو اي صح من بعد وقتاش دخل غادي كيجي يقلع التليفون يحط لك قام قال غادي يديروا اشغال عموميه في كشف يا طفل بالعقل هذا وين كيف هذا وين هذا واش بقى هذا وين درنا في مشاكل مع العجوز زي زعفانا من واش مين مشاكل هذو يا طفل عين يا خويا طفل عيني هرم برطين كاعنا عيني اسمع واش بيه يا جيرو طارو شني هذا اللي جيرو طار انت ولا انا اسمعني نهضر معاك يا طفل شنقولك حاجه واشني يا اخوان وصوني قالوا لي ما تدخلوش كيف ما كل يوم روطار شكون هذا اللي روطار انت ولا انا يا طفل واش بيك يا طفل يا فاك دير لي هكذا ديجا شنقولك حاجه ماما انت ما تخو ما تهضر معايا ما والو هضر معايا شوف تليفوني راه هي دبر راسها شكون انت عمو ها واش خصك انا واش خصني انا واش خصني انا يا واش خصني انا عم انت راك سور يا عمو واش خصك ليه لا تربحك اش بيه هذا ليه تربحك يا عمو والله ما اصبر حتى يجي بابا يصبر حتى يجي بابك انا الله غالب انا ما خاطين يا عمو ما دير خاطيك مشاكل يا شوما الله غالب واش تاني خا كاش خرجه واحده اخرى ثانيو اش من شافك عمو جيت وحدك عمو اه جيت وحدي جيت وحدك ما جيت وحدك بون غاختو الباب اني مامور لا غالب جوج عمو الصالون بون صالح الصباح ما كاش مشكل صح وين نروح وين نروح الصالون الصالون عارف انا عارف فيك جوج نو No man, no cry. No, you must have me. No, you only have to let me have my life. I remember. No, come on, relax. No, come on, relax. When heart chip chip. No, come on, relax. No, I remember. No, come on, relax. Heart chip chip. Follow my mother. Heart chip chip. في أمان أنا خويا رفت شيخ. قال لكم يا ابني حالي. طنشت. كيف اخويا رفض بشيخ يا سلام افادي اخويا حاجه
لا يتنحل نقرع من حق الراحة قدامك برج ثور عزيز وغالي ما عندك شر رايح ناس بالبرع العذراء مرحبا باللي جا وجاب واللي ما جاب ما عليه جواب هما راهم غيرين منك وما يخلعوكش هما يمزوق من البرا وشحالك من الداخل سألتك بالإله ربي سبحان وعالم الخفية داويني يا عذاب قلبي وعطفي عطف الرضا عليا منك راني مريض مسبي مالي راحة ولا هنية تونتون دافيد شاكين سا غوت شاكين سون شومان Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin, déclare que chacun sa route, chacun son chemin, passe le message à ton voisin. Bébé, à 7h du mat, t'es déjà en retard, ton patron va encore te brasser, tu t'habilles direct, tu prendras ta douce ce soir, tu finis de placer tes chaussures dans les escaliers. J'ai besoin d'air, besoin de liberté, ce ne sont pas des mensonges, c'est la réalité. Je ne suis pas un roi, mais je ne suis pas un pion, je dois être le fou comme je ne suis pas cavalier. Dis-leur que chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Dis-leur que chacun sa route, chacun son chemin, passe le message à ton voisin. الثور يودي سكوت برك همي ضحك وهمي بكي وانت راهي حلفة فيك مرا ويلا حلفت فيك مرا غير بات قاعد ويلا حلف فيك راجل سي طون بروبلام شاع خبرك في البهجة بان وشاع في ربع ركان بخبارك سارك الركبان وحسن زينك غالب ماسي فاس فاس السمارة مني لغل العيني ويدي ظلات زيغ النوش راح تقصدي الخيق يزغال السمارة مني لغل العيني ويدي ظلات زيغ النوش راح بروح الخيق يزغال فاس فاس مكل مران مليلة فاس فاس ولي ويركبي في الحيرة فاس فاس مكل مران مليلة فاس فاس ولي قوس انت صح مسكين وتقول غير الصح واللي ما عنده شاهد كاذب انت دايرين بيك ناس توكلهم عام ما يعشوكش ليلة يوم الخميس سارت بيا رجلي اللي عند راس الشارع لقيت فاطمة الهمية شبيهة الهلال الطالع مالها متيل في دي الدنيا تاج لريام يا من تسمع كويتني بنار قوية ومشيت انا مولع محمد علاوة ودوب الكانو أفوس أفوس يا زول فلاون أروح تشوف أروح تبعنا وش نقول نغني اليوم به الناس يسمعوا عجل البلاد يسردوا لي مسمور تخلي يتبسموا خلي ينساو خلي يضحكوا يشطحوا يزهاو هذا يلطفي جاي من عنا با وحبيبي وعلاوة أفوس أفوس أدق فصوالة نفك أفوس 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 وحدي ما يخوص أفوس أفوس واتسهمي بنا أفوس أفوس هدف سنغولة ونا سابقة ملكة جمال سؤال رمضان يقول
ماذا سرق رئيس بلدية عين المكان؟ هل ساشية رمضان أو قفة رمضان أو سلة رمضان؟ الكلمة هذه أنا راني مازال متفكرها. الكلمة التعريف نتاعها قالها لي الحاج التواتي الله يرحمه في الكارونتسيس، وإذا راني منيش قالت وقيلة في الكارونتسات والله في الكارونتويت. قال لي الكلمة هذه نتاع المخدرات، قال لي هي المخ ذرات، يعني المخ، المخ هذا المخ نتاع المخ نتاع المخيخ نتاع المخ، يعني ذرات جات فوق فوق المخ، ذرات كي التبروري كي يطيح فوق الارض يولي ذرات فوق المخ. مصيبة والله الا مصيبة. دنسقسيك مبارك، هذا اللي باع المخدرات هذا الحي هذه والله وش يقولوا له، يا هل ترى هو راه يتكيف؟ يا هذا اللي راه يرهج في القش الراش، هل ترى موش هو يتكيف؟ قال نجيبوا واحد من هذول اللي راه يشرب كثر من مذرات نتاع المخيخات، هذول كان نبعجوا صدروا على زوج ونفتحوه نلقاو صدروا كي شات من تاع كاتسونكات اكحل بهذا الحي هذه. مصيبة والله إلى مصيبة. صحيت سلمك البيرو. اسمع راني قدام الدار، وين بعتني راني تم. اوكي راني في العمل تاعي، راني في المكان اللي بعتني له، راني قدام الدار. اوكي راني انفاس عليه داكور. اسمع حتى يخرج نقول لك. اسمع عطيني وصفولي وقدامك يا اخي الاورديناتور داكور. اها توجور عنده عفسه في راسه. اوكي هو مال هو وخرج استنى دقيقه استنى باش وخرج استنى وخرج. شنو حبك راهو يصوتي الله غير هو مال خلاص. هو اسمع كاش حاجه ولا جديده نعيط لك. اوكي داكور ما ستعيش ما تقلقونيش بزاف، خلوني نقبضوا متلبس. اوكي اضربوا علي باي وما كنعاود لكم ولا عاودوا لي. هاي باي اضربوا الحب. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحب ولا الزربه؟ لا خاصني زلاميت هاك. ما عندي زلاميت، ما عنديش زلاميت، شحال من ديرك. الحب اضربوا هاك خويا هاك صحيته الحب. حبس كمان حبس حل 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 الله يدك الله يدك حل ممر حل ممر حل شكين ما كان والو، ما عندي والو مالك، ما كان والو خويا. السر ديالك قارو نورمال حلو بنين. السر ديالك السر ديالك حلو بنين. سردين السر ديالك زرابا سردين. السؤال الثالث يقول: بماذا كانوا يحتفلوا هذا الغشي؟ هل بالكسوف؟ بالخسوف؟ بالنفوس؟ عايزين هدايا؟ ايوه. عايزين فلوس؟ ايوه. وغدا بلاش مع فريزي، مش هتقدر تبوشي ودني يا حلاوه. ارجع اديسيون 00 والكساس باع عبد القاطع عين شرب وهرب والحناشي والجيلالي المكسيان في خاطر ناس شمرنوف
في خاطر الكروسيس تاع الخضره تاع الرفيقو هاي اللي قاعد تقط. قيات يا قيات راح بال الحيوان بلبل يا عتروز وك يا بقري ورحى يا قاليم عامك بن نعمان اذا غاب الذيب يا قسم جري. واش نحكي لكم يا جماعه يا ربع، هذا الانسان اللي راح يتكيف الزطله قدامك ويجي داخل. واحد النهار قال لي واحد من هذون الجماعه يجي داخل على امه وقال لي بقم وقال يشرب وقال يشرب ويتكيف ويتكيف ويجي 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 وش الريحة هذه وش قالي وقالي يتكيف وامه تخدم في البركوكس المردود تكسكس فيه قالت روح مو داخت خدمة بركوكس كما تعذر هذوك اللي يخدموا في الثلج نسات روحها. وانا وراني درك السرطان. ايه الدنيا تبدلت والشيطان ولا خدام. البارح برك وانتي دايره فيه كل قدره غراف يتسمى انتي ما تراطي والو حبه ديري كلش على ضربه. ردي بالك لا تولي تغني كي تجي تنصيد صيدوني. الصبر سلم فيا وفراق في الدليل والدات زاد لي على ما بيا بحبهم يا سادات. فضيله وصحراوي راني صابر نسالفي. سعدك يا لطرش امنتي بلي انتي عندك صوت شباب ولا حبيتي تلحقي ديانا حداد نهار كامل وانتي تشكي واللي ما لحقش العنب يقول عليه قارص. خود كلام واسمع مني يا من تسالني نعطيك اخبار نوريك ما ندرت بعيني رقبه مقومه من عاجو باللار بنزينه سعد معوج. رحت خدمت الحاج فدور قال لي روح ما تزيد شطور شطور بنيتي يلزم هنجنيور الله ينوب عليك ويفرج بنيتي يلزم هنجنيور الله ينوب عليك ويفرج. وهو للسعد معود وهو للسعد معود وهو يا ربي وهو اللي نخطب. الحوت انتي يا ما بيك والو بيك المعنده وزيد بزياده خوافه تباتي مع الجيران تصبحي تقاقي ويلا جات الضربه منك راهي تجي واعره على خاطرش حجره الخواف كبيره وضخمه تسوى جميع مال الدنيا وموالها حضر وبوادي ربي الكريم جود عليا بعد العواج سق مساعدي. الهي من الحجل فش بالعيش الهي من الحمامه نار ربيها بلا بشاكي في ما تخيبنيش بلا ملايكة سبحان خلقها. إلهي ملح جلف جبل العيش إلهي ملح ما منع ربها بلا بشاكي في ما تخيبنيش بلا ملايكة سبحان خلقها. سيد ربي هالعالي ما تخيبنيش راني حالف دلو بسلا ما رضيهاش سيد ربي هالعالي ما تحشمنيش راني حالف دلو بسلا ما رضيهاش. سابع قليل يا ضي الظلمة نور عينيا تفاجئ خاطرك يشوف هندي يا زينة البنات ويا الخبرية زينة يا زينة سابع قليل يا ضي الظلمة نور عينيا تفاجئ خاطرك يشوف هندي يا زينة البنات ويا الخبرية. أيا الزطلة أيا الزطلة أيا الخوكايين أيا المريخوانا
أي الزعتر الكاسية الغبران أي الزطلان أي الغبران أي الزطلان أي الزطلان الكاسية أي الغبران أي الزطلان أي الكاسية أي الغبران أي الحشيش أي الزعتر سلام كاشيات شاي حبة كاسيات تديجا راك بديت صغير وراك في الديماراج تبدا بالكاسيات لا لا كان صاحبك هنا يبيع موافنا هذاك الخدام تاعي وانا المعلم ادخل في المفيد 5000 للحبه خويا شو اعطيني حبه عندي 2000 غدوه نكمل لا لا خويا الله يسهل عليك تربح ما تضيعليش وقتي انا انني مديون خويا لا 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 يا راجل راك هبلت ولا عاش معاه ما تمسخش بينا رانا خدامين خويا خدامين وانا مديونين السلام عليكم السلام ورحمه الله واشني غبره كاسيات زطلال مريخوانا واتني كحله 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 صار عندك درام خويا ما عندي درام عندي هذا كيفاش هذا عندي تلفزيون واش بيه والتلفزيون بالله بزاف طلعت مسخر بيا ولا ريبريز اسمع اسمع انا مانيش تكنيسيا خويا انا ما جاي ريباري انا جاي ريباري مخي كيف تريباري مخك انا ماشي نسقم التلفزيون هاك لا لا ما نبيعش تلفزيونات انا محمد هات انا راني نبيع زطلك على بالكم بيا كاع البارح دي جابت لك فريجيدار علاه دير لي هاك علاه كيف تبدل فريجيدار بزاف طلع عليه ها الله غالب كيف لك ها يدير مليون و500 مليون و500 خويا يولم لك حبس حبس محمد حبس حبس عاود وسينيفك عاود وسينيفك واش تدي الغبره ولا هذه هيا هيا وروحوا ما تدورش موعد حبس محمد اسمع هذه سلعه ديجا صح يا محمد راك مسخر بيا ولا جايب لي تلفزيون راك راح تدي لي نتايا كاع طابله محمد بون هذيك التلفزيون تاعك وروح بعدني محمد خلينا نخدمين لا لا غطني غطني مدلي هيا هاك الطرف تاعك ما تقول لي سي ما عندي ما كاش سلام ما كان لا سلام لا كلام ما عندكش دراهم تربح هيا تبدا هيا هيا واش عندك هيا الطرف تاعك بدي الدم تكفينيش هاك هاك الله يسهل عليك هاك ارزط لتاعي الله يسهل عليك تربح خويا روح بعدني يرحم بابك وما تخصش موراك انت قصيد يا هدر لا هاك معلش اسمع استنى قبل ما نعطيك هذا الطرف مين جبتها هذه سرقتها مرتك ولا واش تفهم ها انا قلت لك اعطيني اسمع هيا هيا تربح هيا روح الله يسهل عليك المره الجايه تجيب لنا الشنتوف كيف زطلة كيف الزطلة حمد يا اخويا بلع دور جيب يدك انا ناظر معاك زطلة زطلة ناظر معاك ها بلع بلع زطلة 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 واش انت يا اخو امشي زطلة 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 غبره غبره اي الغبره غبره